شارك الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء في اجتماع الدورة العاشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه والذي عقد بدولة الكويت الشقيقة بحضور الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بشؤون المياه في دول مجلس التعاون والدول العربية الشقيقة. وقدم الوزير ميرزا كلمة خلال الاجتماع تحدث فيها عن الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها حكومة البحرين في قضايا المياه والاستراتيجية الموحدة للمياه وعن الاهتمامات العليا السامية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في تطوير استراتيجية موحدة للمياه للسنوات الممتدة إلى عام 2035 والتي تهدف إلى التعامل مع مشكلة ندرة المياه في المنطقة والسعي إلى توفير موارد المياه بشكل آمن ومستدام على المدى الطويل والتزام البحرين بدعم مبادرة أمن واستدامة المياه. كما شارك وزير شؤون الكهرباء والماء في حفل افتتاح المؤتمر العربي الثالث للمياه تحت شعار التكامل العربي في إدارة الموارد المائية، حيث ناقش المؤتمر على مدى يومين المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 المعنية بالمياه في الوطن العربي. هناك عدة مواضيع مهمة مدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري العربي الذي ينعقد الآن في الكويت، ومن هذه المواضيع موضوع مهم وهو الاستراتيجية الموحدة للأمن المائي في منطقة في الدول العربية، وكذلك الاستراتيجية العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك التعاون بين الدول العربية في مجال المياه المشتركة. كما يعلم الجميع فإن هناك بعض الخلافات بين بعض الدول بالنسبة للمياه المشتركة، وأنا يسعدني أن أشارك وأتقدم للاجتماع وكذلك للمنتدى العربي للمياه. سوف أشارك في الحلقة الوزارية وأقدم ورقة عن تجربة مملكة البحرين، فمملكة البحرين قد خطت خطوات يعني متطورة في مجال استدامة المياه.